الأحد الأحد الاثنين الاثنين الثلاثاء الثلاثاء الأربعاء الأربعاء الخميس الخميس الجمعة الجمعة السبت السبت It's easy to remember the days in Arabic since they are derived from the cardinal numbers except for Friday and Saturday. Al-Ahad comes from the Arabic one واحد واحد Al-Ithnain from the Arabic two اثنين اثنين الثلاثاء from the Arabic three ثلاثة ثلاثة الأربعاء from the Arabic four أربعة أربعة الخميس from the Arabic five خمسة خمسة الجمعة it comes from the Arabic noun كثر which means جمعة or جمعة and finally السبت it comes from the Arabic noun سبات or سبتة which means to hibernate to not do anything كتابة Thank you.
مفردات إضافية. يوم، يوم. شهر، شهر. سنة، سنة. تاريخ، تاريخ. أسبوع، أسبوع. اليوم، اليوم. أمس، أمس. غد، غد. صباح، صباح. ظهر، ظهر. بعد الظهر، بعد الظهر. عصر، عصر. مساء، مساء. ليل، ليل. هذا الأسبوع، هذا الأسبوع. الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي. الأسبوع المقبل، الأسبوع المقبل. نهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع. We come to the end of this lesson. I hope you learn something new. إلى اللقاء في الدرس القادم.